مرحلة البرايم بدأت، والأربع وعشرين متسابق ومتسابقة تم تقسيمهم لزوز فرق عبر قرعة، كل فريق متكون من 12 رئيس ورئيسة. مرحلة متقدمة من المنافسة تتطلب برشة ثقافة عامة وتركيز وذاكرة قوية وفصاحة. الأسئلة صحيح كانوا صعب حسب ما شفت، أما الإجابات كانت حلوة، ميم سي ما كانتش دقيقة ساعات، أما كنا نجمو نشوفو اللي الشخص اللي قدامنا عنده باكراوند كبير ما شاء الله. بعض رؤساء المجموعة الأولى كانوا موافقين في إجاباتهم، وفيهم اللي تميز رغم أنه الأسئلة ما كانتش سهلة بشهادة لجنة التحكيم. 20 على 20 زوز، 1 15 على 20، مجموعة قوية. لكن عدد آخر ما حالفهمش الحظ وما توافقوش في الإجابات. مروة القدامي عندك 5 نقاط، إيمان الفهري 5 نقاط، عابر القردبو 5 نقاط. استريس والتراك ما كانوش داخل البلاتو فقط، لكن بداوا حتى من الكواليس. سيبا استريس موجود تم شوية تراك أول مرة استوديو بون عادي جوست اللحظات الأولى وبعدها حط كاميرا قص قص غادي قص طيب هي الفوسكا غير الفوسكا تحذير ما بغيت تخلي البرا ما تدخلش بيان سور جو سي سيور ان شاء الله معناتها كان زول الاسئله اللي نعرفهم باش نجاوب عليهم هذا حاجه اكيد ستريس بيان سور موجود مش تراك ولا تاع اليوم تاع الغموض تاع لي كيسيون. رهان الحلقه كان كبير والضغط وصل حتى لفريق العمل من خلود ولجنه التحكيم والتقنيين وفريق الاعداد. بالونشين توت سويت ما يخرج حد من المبني ما يخرج حد من الجوري. المتسابقين بينوا أنه خوض التجربة والاستفادة من المعارف اللي اكتسبوها طيلة فترة التكوين أهم من النتائج في حد ذاتها. حتى روحكم هذا ميل طون والله تدخل الاستوديو تشوفك الشارم اللي في الاستوديو بالحق ما عادش تحس بحال شيء سيرتو هيك هي انا من هنا فيك سؤال الاول السؤال الاول جاك سفاره تحس روحك والله اليز على ديجا اني فامي معني 24 فيناليست سيتو ديجا سي اونورابل يعطيك الصحه الحمد لله هاي صحه الموعد كان في كل برايم فما عدد من المشاركين لازم يغادروا برنامج أنا الرئيس. في المرحلة هذه المتسابقين اللي تحصلوا على أدنى درجة أي 5 نقاط فقط وكانوا في أسفل الترتيب خسروا مكانهم في المنافسة وخرجوا من السباق. نذكروا مع بعضنا بسامي المتبارين اللي بيشغلوا نهائيا من البرنامج على خاطر جابوا معدل 5 نقاط، إيمان الفهري، عبير قردبو ومروة القذامي. أما المتسابقين اللي كان في رصيدهم 10 نقاط وهما مصعب الغربي وأنيسة العريبي وأمل الحصايري فإنه لجنة التحكيم اعتمدت خطاب المساحة الحرة للفصل ما بيناتهم. الاختيار ما كانش سهل على اللجنة، الرؤساء الثلاثة قدموا خطابات مقنعة ومتوازنة وبذلوا مجهود مشرف لإقناع كل من حاتم وفريال وهيثم. أنا أقول لكم حظ موفق في حياتهم بعض اللي هو مصعب الغربي مونكوراج مصعب. وبالتالي استبعاد الرئيس مصعب الغربي إلى جانب الرئيسات عبير القردبو، إيمان الفهري ومروة القذامي.